السلام عليكم، بن دحمان سعيد، عضو مكتب وطني ديال النقابة الوطنية للبريد، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. درنا هذه الحركة نضالية بتنسيق مع الإخوان ما بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل. هدف صراحة نضال وطني، ماشي جهوي، نضال وطني على واحد العدد ديال المطالب اللي ما حقتهمش الإدارة، البريديات والباريدين. المطالب، اول مطلب هو الزياده الحكوميه. اداره كتقول بانه حنا ما معنيينش، لانه حنا اداره ذات صبغه تجاريه. المشكل اللي كاين هو انه في الاقتطاعات كتعتبرنا انه في حل الحكومه، ولكن في المزايا ما كتعتبرناش كذلك، وكتقصينا من الزيادات ومن عدد ديال المسائل. هذا اول مطلب. المطلب الثاني هو ستاتو. درنا واحد العدد، واحد السلسله ديال الحوارات وديال الجلسات على قبل ستاتو ديال البريد المغرب باش يتبدل، على اساس انه ستاتو جديد يكون احسن من القديم، يكون فيه لا بروموسيون، يكون فيه واحد العدد ديال المزايا مع الاحتفاظ على المكتسبات. دابا كنتفاجئوا بانه المكتسبات الإدارة دخلت فيهم، بدات كتديهم، والمزايا ما كاينينش. هاد ستاتو أصلا ما نازلش على أرض الواقع. أي واحد في الإدارة ولا باردية ولا باردي تسولوا على ستاتو يعطيك نسخة، ما عندوش نسخة منه، لأنه خاصو يخرج بمرسوم ويدار في البيلتان أوفيسيال باش يقدر يطلع عليه أي باردية وباردي ويعرف ما له وما عليه. النقطة الثالثة هو النقص المهول في الموارد البات، كتعتبر لا بالنسبة لقطب البريد والإرساليات ولا بالنسبة لقطب البريد بنك أنه ما محتاجاش بالناس، ولاو الناس كيتنقصوا، والإدارة كتقلب على جميع الطرق باش تنقص عباد الله. الوقت اللي دار ديبار فولونتير تيمشيو، الناس يمشيو لا روتريت وما كيتعودوش هاد الناس. دونك لو ريكروتمون اون اكستيرن ما كيدارش الا لواحد الفئه قليله. حنا حاليا كنا درنا واحد المحطه اداريه نضاليه نهار لو 13، درنا واحد الاضراب ديال 24 ساعه. حنا حاليا في اضراب تصعيدي ديال 48 ساعه، 26 27 نوفمبر 2020، لانه الاداره مازال ما بدلاتش شي مجهود باش تحقق شي مطلب. وعلى اثر فاش نساليو هاد النضال ديال 48 ساعه، غادي يكونوا حيت كاينين جوج نقابات، كاين الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والاتحاد المغربي للشغل، غادي ياخذوا القرار مجموعين باش يشوفوا اش من شكل تصعيدي غادي يديروا حتى يتحققوا المطالب ديالنا. اليوم كنقوموا بواحد الاضراب وطني لمده 48 ساعه مع وقفه احتجاجيه امام الوكاله الرئيسيه للبريد بنك. كنطالبوا بالتنزيل السليم للقانون الاساسي باش نعرفوا كموظفين وكمستخدمين بريد المغرب شنو هو القانون اللي كيأثرنا، وكذلك كنطالبوا بالموارد البشريه اللي كنعانيو من نقص مهول فيها، كتسبب لينا في واحد البوز، كتسبب لينا في مشاكل في الخروج ديال لي كونجي، في التعويض ديال الناس اللي تيمرضوا ما تيتعوضوش، اللي تيخرجوا روتريت ما كيتعوضوش. وتنطالبوا كذلك بالزياده الحكوميه كمطلب اساسي وشرعي الموظفين بريد المغرب. باسمي وباسم جميع البريديين والاسره البريديه كنلبيو طلب النقابه ديالنا، لان عندنا بزاف الحقوق مهضومه، وحنا جينا هنا باش كنعبروا على هاد الحقوق، باننا خصنا هاد الحقوق، منها القانون الاساسي، منها الزياده الحكوميه، وبزاف الحقوق اخرى. وكنطلبوا من الله الاداره كتستجب لهاد المطالب ديالنا، وشكرا لكم. اليوم الشغيلة البريدية كتنفذ إضراب تصعيدي ديال 48 ساعة، اليوم 26 و 27 نوفمبر، واليوم غادا تجتمع اللجنة ديال التنسيق النقابي
في القطاع ديال البريد باش تاخذ قرارات اكثر تصعيديه الى المؤسسه ما بغاتش تستجب الحوار وتوافق على المطالب ديال البريديات والبريديين. المطالب اللي هي كنعتبروها مشروعه باعتبار ان الاتفاق اللي كان بين المركزيات النقابيه وبين الحكومه هو الزياده في الاجور البريديات والبريديين ما كيستافدوش من هذه الزياده على مستوى القطاع. وكذلك نقطة أساسية اللي كنعتبروها هي النقص ديال الموارد البشرية من بعد المغادرة الطوعية ومن بعد الإحالة ديال مجموعة من البريديات والبريدين على التقاعد. حاليا كاين البريديات والبريدين كاين اللي كيتسال فيهم أكثر من خمس سنوات ديال العطلة السنوية، زائد الملف ديال حامل الشهادات وديال الأقدمية والبريديات والبريدين ذوي الأقدمية والكفاءة. احنا اليوم كننفذوا هذا القرار ديال الاضراب من بعد ما تصد جميع ابواب ديال الحوار داخل المؤسسه. كما قلت في الاول غادي تجتمع اللجنه ديال التنسيق النقابي وغادي تاخذ القرارات المناسبه التصعيديه اللي ممكن تكون الا 3 ايام ديال الاضراب. غادي يبقى عندنا التصعيد الى غادي يبقاو بما ان البريديات والبريديين غيبقاو كيشاركوا كتكون المساهمه ديالهم في حل اليوم قويه في الاضراب. واليوم الاخبار اللي كانت توصلوا بها عبر التراب الوطني كاينه مشاركه مكتفه عبر التراب الوطني، خير دليل هي ان الوكاله الرئيسيه ديال البريد بنك على مستوى الجهات ديال الدار البيضاء مغلقه، وهذا هو نفس الشيء بالنسبه للوكالات البريديه على مستوى الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى. إذا كانت المشاركه مكتفه غادي نديروا 72 ساعه وكتبقى دائما الكلمه ديال القواعد والاجهزه النقابيه اللي غادي تاخذ القرارات النضاليه التصعيديه.